حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. جو من القدس العربي، صواريخ تصيب قاعدة عراقية تضيف متقاعدين أمريكيين في بلد. في العربي الجديد، صراع المناصب داخل المؤسسات العراقية، مساع صدرية لتفكيك دولة المالكي. في صحيفة المدى نطالع 500 مليار دولار مهربة خارج العراق وحيلة تؤخر جهود إعادتها. اخترنا لكم من الزمان فضيحة، سرقة عجلات وأموال وأسلحة من شركة أمنية وسط الكرادة. في موقع عربي 21، تحذيرات المقدسية من نية الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة. وعنونت الشرق الأوسط، وكالة الطاقة الذرية تكشف آثار يورانيوم في موقعين بإيران. وفي الاتحاد الإماراتي، واشنطن لن نخضع لضغوط إيران ولا تخفيف للعقوبات. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتفادى رسم خطوط حمر مع إيران في ظل مساعيها لبداية جديدة بالعراق، وذلك بعد تأنيها في الرد على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار أربيل، وهو الأمر الذي يختلف مع حقبة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأضافت صحيفة أن هدف إدارة بايدن هو خفض التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وميليشياتها في المنطقة والعودة إلى الدبلوماسية مع طهران. الصحيفة قالت إنه فيما توعدت واشنطن بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هجوم أربيل الصاروخي الذي قتل فيه متعاقد مدني أجنبي وجرح آخرون بينهم أمريكيون، فإن الهجوم دفع لطرح تساؤلات بخصوص الخطوط الحمر التي يضعها بايدن حينما يتعلق الأمر بالرد على الهجمات التي تشنها ميليشيات تدعمها إيران وتستهدف الأمريكيين المتواجدين بالعراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبيرين بوزارة الدفاع الأمريكية قولهما إنه لم يتم الخوض في أي نقاش مفصل بالقيادة المركزية في البنتاغون بشأن أي رد عسكري على الهجوم الذي تواصل السلطات الأمريكية والعراقية التحقيق في الجهة التي تقف خلفه. وأضافت الصحيفة أن الهدف الأكبر لبايدن يتمثل في خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وحلفائها بالمنطقة بما في ذلك العراق، والبحث عن سبيل للعودة للدبلوماسية مع طهران. وأشارت الصحيفة إلى إعلان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قبلت عرضاً أوروبياً للتوسط في الحوار مع إيران بعدما شهدت الأيام الماضية حراكاً دبلوماسياً متنامياً باتجاه إذابة الجليد بين الطرفين. وترى الصحيفة أن جهود التقارب هذه تتزامن مع إمعان إدارة بايدن النظر فيما تقوم به الميليشيات الموالية لإيران بالعراق، والتي يرى المسؤولون الأمريكيون أنها تتحرك بدعم من طهران وربما تتلقى الأوامر منها. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وضباطاً في الجيش أوضحوا أن خطوط فريق بايدن بخصوص حماية الأمريكيين في العراق من الهجمات التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران غير واضحة. نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للكاتب جوش روجن قال فيه إنه لا يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يتفاوض مع إيران في حين وكلاؤه يهاجمون قواته في العراق. وأضاف الكاتب أنه في الوقت الذي أعلنت ميليشيا مرتبطة بإيران مسؤولية عن الهجوم على قاعدة أمريكية في أربيل، تبدأ إدارة بايدن تفاعلها الدبلوماسي الجديد مع إيران، ويجب أن تصر على أن توقف إيران وكلاءها من مهاجمة الأمريكيين.
مسؤولان بوزارة الخارجية الأمريكية أكدا أن الدبلوماسيين الأمريكيين مستعدون الآن للجلوس مع المسؤولين الإيرانيين لاستكشاف طريقة للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أحبطه ترامب. ومع ذلك لن يعترف أي شخص في إدارة بايدن باحتمال قيام ميليشيا مدعومة من إيران بمهاجمة القوات الأمريكية للتو مرة أخرى. هناك أدلة دامغة على أن سرايا أولياء الدم مجرد واجهة لميليشيا عصائب أهل الحق التي لها علاقات قوية وراسخة مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. واعترف زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي بالعمل مع إيران لقتل الأمريكيين، واعترف بأنه سمح شخصياً باختطاف وقتل 5 جنود أمريكيين في العراق عام 2007. وصنفت وزارة الخزانة بإدارة ترامب عصائب أهل الحق أنها منظمة إرهابية أجنبية، وفرضت عقوبات على الخزعلي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في العراق والتورط في هجوم ديسمبر 2019 على السفارة الأمريكية في بغداد. ويرى مايكل نايتس الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن فريق بايدن سيؤخر الاعتراف بأن جماعة مدعومة من إيران هي مسؤولة عن تلك الأفعال، لأن ذلك سيجبرهم على اتخاذ إجراء تجاه ذلك، ما سيعقد جهودهم الدبلوماسية الحديثة. وبحسب الكاتب فإن إيران لها تأثير في وكلائها، ويمكنها أن تختار كبح جماحهم. وأظهر الهجوم أن القادة الإيرانيين على أو في أقل تقدير لا يحركون الساكنة، لذا فإن إيران حتى لو لم تكن تنوي ذلك اختبار الإدارة الأمريكية الجديدة فهو اختبار مبكر حاسم لنهجها الجديد تجاه إيران. بعد مدة أولى من جس النبض والرسائل غير المباشرة بين الإدارة الأمريكية الجديدة وإيران، يبدو أن الصورة بدأت تتضح بالنسبة إلى مسار الأمور فيما يخص العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على طهران والاتفاق النووي الذي خرجت منه. هنا حسام كنفاني رأى في صحيفة العربي الجديد أن الطريق نحو هذه الغاية لن تكون مفروشة بالوردة، خصوصا في ظل الرفض الإيراني العلني في الأقل لإدخال أي تعديلات جديدة على الاتفاق. هذا الكلام العلني قد لا يعني رفضا كاملا من إيران لتقديم تنازلات على مراحل، ولا سيما أن الجمهورية الإسلامية تتوق للخلاص من سيف العقوبات القاسية التي فرضتها إدارة ترامب وأودت بالبلاد إلى حافة الإفلاس، وفاقمت الأزمة الاقتصادية للمواطنين الإيرانيين وكادت تؤدي إلى انتفاضة شعبية. هذه المعطيات تضعها إيران في عين الاعتبار اليوم، وهي تتجه إلى جلسات تفاوضية جديدة مع الدول المشاركة في صياغة الاتفاق النووي الأول، ووفق سياسة حياكة السجاد التي تشتهر بها البازارات في إيران ستسير المفاوضات الجديدة مع الدول الغربية كما سارت المفاوضات الأولى. نحن أمام ما يمكن أن يكون ماراثوناً تفاوضياً جديداً بين إيران ودول 5+1. لا شك في أن طهران ستحرص جيداً على الاستفادة من هذا الماراثون، تماماً كما فعلت في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في عام 2015 عندما توصلت الدول إلى الاتفاق النووي، ولا سيما أن ما يظهر اليوم هو أن عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن امتداد لعهد أوباما مع بعض التعديلات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب والتي لا تنوي الإدارة جديدة التخلي عنها. الكاتب رأى أن الخطوات التي تقوم بها إيران حاليا لن تكون إلا للمساومة على العودة إلى الأصل، وفي أثناء هذه المدة ستكسب طهران مزيدا من الوقت وتخفيفا من الحصار، حينها سيكون المفاوضات مسار آخر يضع إيران مجددا في موقع القوة في المنطقة في عادة لمخطط التفاوض في عهد باراك أوباما، وهو مخطط كانت دول المنطقة العربية الخاسرة الأول فيه. لم تتمكن ميزانية 2021 التي أرسلتها حكومة الكاظم إلى مجلس النواب من رسم صورة دقيقة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها العراق ووضع الحلول المناسبة لها. إياد العناز ذكر في صحيفة البصائر أنه أمام هذه المؤشرات والوقائع والحاجيات للاقتصاد العراقي وما يحيطه من أزمات وعقبات ومشكلات
تأتي الآراء من الأحزاب والكتل السياسية لتزيد من محنة المواطن العراقي لفقدانها أي ملامح ورؤى اقتصادية ميدانية وخطط استراتيجية للنهوض بالعامل الاقتصادي. جاء تقرير معهد التمويل الدولي لعام 2020 ليحدد أن العراق مر بأسوأ نسبة انكماش منذ عام 2003 حيث بلغت 11.2%. وتعاملت البلاد مع حدثين مزدوجين تمثلا في انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا. رافق هذا الحال استمرار ارتفاع نسبة التضخم والعجز المالي في الميزانية العراقية، ووصل إلى 15.6% من الناتج الإجمالي في عام 2020، وانخفاض في احتياط العملة الصعبة. تتطلب هذه العقبات إجراءات فعالة قبل إقرار الميزانية لكي تواكب حاجة المواطن العراقي وبمعطيات إيجابية، منها وضع ضوابط حاسمة وبعقوبات رادعة للحفاظ على عملية الهدر المالي والفساد الإداري. اتصفت ميزانية عام 2021 بمزايا بعيدة عن المدايات الاقتصادية المعروفة، وأثارت جدلاً ونقاشاً واسعاً بسبب العجز المالي المتوقع فيها والمحدد ب50 مليار دولار، وعدم وجود رؤية لكيفية تجاوز العجز مع الإنفاق العام والهدر الحاصل في الميزانية، واستمرار عملية التوجه نحو سياسة الاقتراض المحلي والخارجي وإصدار السندات الوطنية. وجاء حديث وزير المالية علي علاوي ليؤكد أن العراق يجري مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة اقتراض بقيمة 6 مليارات دولار، وقد تكون هناك قروض إضافية بقيمة 4 مليارات دولار، وهذا الإجراء والاتفاق سيعمل على إغراق العراق في الديون المالية ويضر بالاقتصاد الوطني. أضاف الكاتب أن الموازنة المالية لعام 2021 لا تتفق مع الواقع الحالي وصورة الاقتصاد العراقي، وتحتوي على العديد من المشكلات التي ربما ستكون بداية لأزمات كبيرة لاحقة يعانيها المواطن ويتحمل وزرها ونتائجها، ويبقى هو الضحية الأولى في جميع إجراءات حكومة بغداد. ليست هذه المرة الأولى التي تدرك فيها القيادة الفلسطينية أنها محشورة في مأزق، وأنها مضطرة إلى طرح بدائل أخرى مغايرة للدفاع عن خياراتها وإعادة إنتاج شرعيتها، سواء بتجميد العملية التفاوضية أو بالاستمرار فيها بوقف التنسيق الأمني أو المضي به، بالذهاب نحو المصالحة وإنهاء الانقسام أو الإبقاء عليه، بتعطيل العملية الانتخابية أو الشروع فيها. وهذا ما ذكره ماجد كيالي في مقاله الذي نشرته صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان أسباب انسداد الخيارات الفلسطينية. قبل نحو 10 أعوام لوح الرئيس الفلسطيني محمود عباس باعتماد خيارات بديلة للالتفاف على إخفاق العملية التفاوضية وانسداد خيار الدولة الفلسطينية، وأيضا لتجاوز الاستحقاق الانتخابي للرئاسة وللمجلس التشريعي ولإطفاء نوع من المشروعية على سياساتها. حينها طرح الرئيس 6 أو 7 خيارات، من ضمنها وقف المفاوضات أو طرح القضية على مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أو التوجه بطلب إلى الأمم المتحدة لفرض الوصاية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حل السلطة، أو الذهاب نحو المقاومة الشعبية. وفي حقيقة الأمر فمنذ زمن طويل فات الوقت الذي يمكن فيه لتلك القيادة أن تغير خياراتها أو السياسات التي تنتهجها لسبب بسيط، وهو أنها باتت مرتهنة بوجودها، أي بشرعيتها ومكانتها السلطوية وبامتيازاتها للعملية التفاوضية الجارية مع إسرائيل، أي لمنظومة العلاقات الناشئة عن اتفاق أوسلو الموقع قبل 28 عاماً. إن أحد مصادر فقدان القدرة على اتخاذ خيارات بديلة من قبل القيادة السائدة إنما يكمن في تهميشها لمصادر قوتها، وأكبر مثال على ذلك يتمثل في تخليها عن ورقة منظمة التحرير الفلسطينية لصالح كيان السلطة، وكذلك تخليها عن ورقة اللاجئين، ناهيك عن تخليها عن فلسطينيي 48. ورأى الكاتب أن انتهاج خيارات سياسية بديلة ومغايرة في مواجهة الكيان الصهيوني
الغاصب والعنصري، إنما يتطلب أحداث تغييرات في بنية الطبقة السياسية المتحكمة بالكيانات السائدة، ويتطلب أيضا تجديد شباب تلك الكيانات وتجديد القيادة والمفاهيم على أسس نضالية وتمثيلية وديمقراطية وعلى وفق رؤى سياسية تطابق بين الشعب والأرض والقضية والروايات التاريخية وليس مجرد انتخابات. بعد الاتفاق على تكوين المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة جديدة على رأسها محمد الذبيبة، قطع الليبيون شوطا كبيرا في مسار إعادة الاستقرار إلى بلادهم التي مزقتها الحرب طوال ما يقرب من 10 سنوات. صادق ناشر رأى في صحيفة الخليج الإماراتية أن عجلة الحل السياسي في ليبيا بدأت بالتحرك بموافقة إقليمية وعربية ودولية أسهمت في إنضاجه قبل الغرق أكثر فأكثر في وحل الاحتراب الداخلي. لم يكن الليبيون بحاجة إلى هذه السنوات للوصول إلى هذا الحل إذا ما كانت الرغبة الداخلية موجودة في حل الأزمة القائمة، لكن الأطراف كافة تجاذبتها الأجندات الخارجية التي تقاطعت مصالحها بشكل كبير، سواء في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي أم في السلطة التي نتجت عن احتجاجات 2011. بعد 10 سنوات تيقن الليبيون وبخاصة الفاعلون السياسيون أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد المتاح، وأن الحسم العسكري بعيد عن اليد، ولم يكن هناك بدا من الرضوخ لصوت العقل. تزامن ذلك مع رغبة دولية في إيقاف الحرب المجنونة. اليوم وبعد أن أخذ الحل السياسي مكانه في المعادلة، يمكن للليبيين أن يتنفسوا الصعداء ويبدأوا في إعادة ترتيب أولويات حياتهم حتى يتمكنوا من إعادة بناء بلدهم من جديد، لكن ذلك يتطلب تضحيات كثيرة وكبيرة، لأن الحرب تركت الكثير من الأزمات وتحتاج إلى شجاعة لحلها. يمكن للحل السياسي في ليبيا أن يسهم في وضع حد لحروب مشابهة في مناطق مختلفة من العالم العربي، بخاصة في سوريا واليمن، فالنموذج الليبي يمكنه أن يتم الأخذ به، وإن بوسائل مختلفة، مع فارق أن اللاعبين يختلفون في طريقة التعاطي مع القضايا الداخلية والخارجية. مع ذلك رأى الكاتب أن المهم ليس الحل وإنما استدامته والحرص على تجنب نشوب خلافات جديدة تؤسس لحروب قادمة، فمن دون ذلك يبقى الحل قابلا للانتكاس إذا لم يسيج برغبة في مغادرة الماضي ونسيان الأحقاد والضغائن التي كانت سببا في إطالة الأزمة لعشر سنوات كاملة. في اليوم السابق لوصولها إلى المريخ، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا صوراً جديدة لمركبتها بريسبيرنس، ظهر فيها روبوت الجوال معلقاً على ارتفاع 2 متر عن سطح الكوكب الأحمر مباشرة قبل هبوط عليه. قد التقطت الصورة من أسفل مركبة الإنزال ويبدو فيها الجزء العلوي من الروبوت الجوال وعجلاته 6 وتحتها سطح المريخ. قد عرض صورة أخرى للهبوط مباشرة قبل هذه المرحلة التقطها مسبار MRO الموجود في مدار المريخ. يمكن عند تكبيرها رؤية روبوت الجوال محميا بكبسولة دخوله الغلاف الجوي. في صورة أخرى هي الأولى بالألوان أرسلها بريسبيرنس من الكوكب الأحمر، يبدو ظل العربة على سطح الأرض حيث تنتشر بعض الصخور، وفي أفق الصورة البعيد تضاريس هي أشبه بظل جرف. أما الصورة الرابعة وهي بالألوان أيضا، فيظهر طرف إحدى عجلات المركبة 6 وسطح الكوكب الأحمر وقد بدا أقرب إلى الأصفر. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.